اسمح لي نتكلم تفضل. معك شوية بس بشكل صريح وواضح أنا ومع أستقبل. إخوانك المشاهدين. إحنا قبل نتكلم على دور وزارة الداخلية، أو وزارة الداخلية وينها بالضبط على مثل هذه الأفعال، وأيضا يعني الجرائم اللي ترتكب بحق المجتمع وبحق أيضا صحيح. العائلات الموجودة واللي قد تكون ساكنة في نفس المناطق. نعم. إحنا أمانة البحث ودائرة البحث أخي محمد ترى ما تختصر فقط على الفعل واللي قام فيه والشركاء اللي تعاونوا معه. إحنا دائما دائرة البحث تتسع إلى من استخدمهم أساسا، ومن اللي جابهم، ومن اللي دخلهم، سواء كان شركات أو مؤسسات أو أفراد أو أي من كان. الدائرة لما تتسع إلى خارج هذا الإطار، إحنا تلقائيا ترى على فكرة نعمل بلوك على هذه الشركات ونقفل ملفها بالكامل سواء عندنا أو في القوى العاملة، وأيضا في المقابل نعمل عملية نحن كفالات مدى الحياة على من يقوم يعني يثبت أن عملية الاستخدام كانت لهذا السبب. وسكرنا ترى ملفات كثيرة جدا في القوى العاملة الآن، وأفراد أيضا منعوا، وأفراد أيضا كثيرين رحلوا نتيجة يعني عدم تقيدهم بمثل هذه الأمور. فبالتالي أتمنى من الجميع أن إذا نتكلم على مثل هذه الأفعال المشينة والخارج عن العادات والتقاليد وأحمد، أن أيضا يكون ضم صوتنا إلى صوتك بأن نوجه النداء للجميع الآن. صحيح. بأن من يقوم بمثل هذه الأفعال ويعرفون أي معلومات أو يمتلكون بيانات أو يمتلكون حقائق يتقدمون إلى مباحث شؤون القامة، إلى وزارة الداخلية، إلى أقرب مخفر، إلى 112 هاتف الأمان، ويبلغون على مثل هذه الأمور. تأكد أن إجراءاتنا لا تقتل تماما أي تهاون في هذا الموضوع. وأمانة من استلم يعني معالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية زمام الأمور في الوزارة، يشدد على عملية تطبيق القانون بحذافيرة واتباع كل الخيوط اللي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، وما نقتصر فقط على عملية من قام بهذا الفعل. لكن أنا بوضح لك نقطة ثانية يا أبو أحمد. هل تدري بإحصائيتنا اللي إحنا ضبطناها خلال العام 2016 يمكن الأفعال المنافية للآداب وتركزت أغلبها في محافظة الأحمدي والفرواني وحولي، تقريبا أكثر من 368 حالة تم إبعادهم بالكامل. حلو. 368 تم إبعادهم بالكامل. جرائم تعتبر دحارة دولية، أفعال منافية للآداب ودعارة دولية، في سنة 2016 أكثر من 76 من جنسيات أغلبهم أوروبية تم إبعادهم بالكامل. الويك إند هذا اللي نتكلم عنه اللي فات اللي هو خميس في العصر، تم ضبط أكثر من 10 حالات لمتهمين تركزت في محافظة الأحمدي والفرواني. يعني جهودنا تتواصل، لكن أبين بس نقطة واحدة مهمة جدا، بأن ضبط مثل هذه القضايا يعني يبيلها نوع من عملية اتباع لخطوات وإجراءات قانونية معينة حتى تصل في النهاية إلى أن تكون ضبطيتك سليمة صحيحة، لا يوجد فيها أي ثغرة قانونية قد تستقل من قبل الدفاع عن المتهم، وبالتالي لا تستكمل ملف هذه القضية ويصدر الحكم فيها. فهناك أمور وخطوات إجرائية إحنا دائما نراعيها في مثل هذه الأمور. تعاون المواطنين والمقيمين معنا مطلب أساسي أبو أحمد، وجهودنا مستمرة لن تقف عند هذه الأرقام، أوعدك بأن مستمرين والأعداد راح نزودك فيها أولا بأول، ولا نستهين لحظة واحدة في عملية توجيه أي يعني تقصير من قبل وزارة الداخلية في هذا الموضوع. ممتاز.